من الناس الذي يفعل هذا المحظور لحاجة، لحاجة مو لاقي وزار، مو لاقي وزار، أو ما لقى إلا وزار شفاف مثلا، قال عورتي تطلع شو أسوي؟ نلبس سراويل. قال بس ما يصير، إن أنت معذور يجوز. فهذا يلبس السراويل وليس عليه فدية، يلبس السراويل وليس عليه فدية، لأن النبي أذن لي الرعاة أنهم لا يباتون في منى ولم يلزمهم بفدية صلى الله عليه وسلم. في عذر قبله النبي لكن ألزم بفدية، حلق الشعر. كعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يعني أو ظهر على وجهه أنه يعني في قمل براسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله تؤذيني. قال احلق رأسك، احلق، محرم هو، قال احلق رأسك وانسك نسيكه أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. إذن ألزمه إيش؟ ألزمه فدية، كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففي إزالة الشعر فيه الفدية. أما إذا لم يجد النعلين يجوز له أن يلبس الخفين، وهنقول ما لقيت نعال وما عندي إلا حذاء، نقول اشتر. قال ما لقيت أحد يبيع، ما عندي فلوس، واضح؟ نقول البس الخفين، لكن متى ما وجدت النعلين انزعهما، هذا ليس عليه فدية. طيب، إذن هناك من عليه فدية وليس عليه مثل حلق الشعر لمن احتاج إلى ذلك.